بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، لازلنا نحن نتواصل معاكم في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين والمنطلقين في هذا العالم، في هذه الرياضة الجميلة، رياضة سباق الهجنة العربية الأصيلة. شكرا للجان العاملة فيها في هذا الميدان وجميع اللجان التابعة لنادي دبي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. أذهب هناك إلى مشعل عبد الله بن عبيد بالساحر في المركز الأول، اليذاب يأتي ثانيا، حمد بن ضعيف بن حمد بن غدي الاكتبي المركز الثاني، بينما اللي في المركز الثالث هناك لسالم بن سعيد بن منانة مع غرايف، فيأتي في ثالث المراكز النغلة على المركز الرابع، هنا من يأتي ناصي مطرم سعيد بن حلوة، المركز الخامس اللي في المركز الخامس سكر سالم بن محمد بن هويد اجتبي، بينما اللي في المركز السادس هناك مزعل خلفان بن احمد بن عيسى بن شقوي. انتقل وياكم الى المركز السادس، الى المركز السادس ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا من ياتي الدافع راشد بن سعيد بن عبيد الحميري، المركز الثامن ولا السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله من يأتي في هذه اللحظات، محدي بخيت بن حمد هاشل المري، بينما اللي في المركز الثامن هنا اللي هو أدهم خميس فايل بن راشد العويسي، والمركز التاسع ولا العاشر بنقول اللي في المركز العاشر هناك بدران الهلال بن سعيد بن سالم الهاشمي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالتمام، هكذا كان عنواننا ووصفنا الجميل لهذه المراكز حاضرة هنا في هذا الانطلاق الحاضر، هذا الانطلاق المميز، ولكن 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 اليذاب ما شاء الله مسيطر، حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير لكتبي على المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني ناصي ولا بنقول هناك اللي هو سكر سان بن محمد بن هويدن ثالث المراكز، مشعل عبد الله بن عبيد بالساحل المركز المركز الرابع، غرياف يأتي رابعا، وتعود ملكيته لسان بن سعيد بن منانة لاجتبي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس هناك أدهم خميس بن فايل بن راشد العويسي. هكذا مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة في ندائنا الثاني للمراكز. الله يا بن الضعيف وبن هويدن، أنا الضعيف بن هويدن بن غدير وبن هويدن الاثنين كلهن في موقع واحد، الاثنين في موقع جميل للغاية، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق، نتمنى الناموس يا الأخوة المشاركين. يلا يا حمد يا بن ضعيف يا بن غدير هنا مع اليذاب في المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني سكر، يا سلام على هذا الاسم وعلى هذه السلالة الغنية عن التعريف، سالم بن محمد بن هويدن غرياف يأتي ثالثا لسالم بن سعيد بن منانة الاشتبي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع هناك سراب سلطان بن علي بن سالم رشيد لكتبي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس بدران الهلال بن سعيد بن سالم الهاشمي. يا سلام يا سلام، بدأت الأوامر مبكرة ما بين اليذاب وسكر، ما بين اليذاب وسكر بن هويدن بن هويد معزم عزم عزم، وأيضا اليذاب يحاول العودة إلى 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 المركز من جديد، ولكن سكر 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 حلو ولكنه مبر ما شاء الله. سلام 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 ما شاء الله، تحية لمالك سكر سالم بن محمد بن هويد لكتبي، والسلام تحية لمالك وجمهور هذا الشعار على هذا الأداء الجميل. هاي لحظات وصول سكر ما شاء الله إلى 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 خط النهاية، معلن الفوز والناموس المركز الثاني اليذاب لحمد بن ضعيف بن حمد بن أخذ يجتبي، المركز الثالث اللي في المركز الثالث هناك لزاهر بن فايل العويسي، المركز الرابع مستمعين العزاء الهلال بن سعيد بن سالم الهاشمي، المركز الخامس اللي في المركز الخامس. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا 4 دقائق 31 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس.